السلام عليكم جميعا. بالفيديو السابق عملنا define للماتيريالز، راح احط اللينك بالديسكريبشن. بهالفيديو راح نعمل define للsections. define السكشنز راح يكون على اكثر من مرحلة. اول مرحلة راح تكون قياسات السكشنز بشكل مبدئي وتقديري، يعني الكولومز راح يكونوا 25 60، الشير وولز سميكة 25، والسلابز راح يكونوا فلات بليت، راح نبدأ بفلات بليت سميكة 25. وبعد ما نعمل ديزاين، اول شي بنعمل الستادي للويند والسايزميك. ممكن نحتاج نسمك الشير وول على اساس الدريفتس والديسبليسمنت. ممكن يعني تاني مرحلة راح تكون بعد الستادي للويند والسايزميك، ممكن نسمك الشير وولز، ممكن نغير قياسات الكولومز، ممكن نكبر الكولومز، ممكن نغير توزيع الشير وولز على اساس الستادي للويند والسايزميك. المرحلة الثالثة فينا نقول 3 مراحل يعني لقياسات السكشنز. المرحلة الثالثة بعد ما نعمل ديزاين على اساس اللود كومبينيشنز اللي معنا وعلى اساس البروسيجر اللي بدنا نتبعها، بعد ما نعمل ديزاين ممكن نكبر كمان الكولومز او نكبر الشير وولز او البيمز او نغير بالسلاب او نغير ثيكنس للسلاب. define sections، اول سكشن بدي اعمله define هو الكولومز. انا بفضل دايما الكولومز بالايتابز، ما اعرف الكولوم بالايتابز يكون الدبث اكبر من الويدث. هالموضوع هالعمليه بتساعدنا بالتيبلز وبالديزاين. بعدين بدنا نعدل مومنت اوف انيرشيا للتو والثري، نحطها 0.7 من الكود. فينا نشوف هالعملية بالويب سايت الشركة، كولومز الاي 22 واي 33 بتساوي 0.7. وبالنسبة للرينفورسمنت انا بفضل نعملها تشيكت بالايتابز، يعني انا بحط تقريبا تسليح مساحته بيساوي 1 لـ1.5% من مساحة السكشن، مشان اذا عملت الديزاين ممكن يعطيني اكثر من نموذج لنفس الكولوم. يعني الكولوم يكون عندي 25 60 في اكثر من تسليح، فانا افضل وحدهم ليكون اسهل بالتنفيذ وليكون ضمن انا بين 1 لـ1.5%، ما زيد اكثر من هيك بالرينفورسمنت لحتى نعرف الكولومز بالايتابز. define section properties للكولومز والبيمز، بنروح على frame sections. فيني اعدل على الكولوم الموجود modify، او انا ببدا add a new property concrete، نعطيه اسم يدل على السكشن كولوم 25 60. يعني اكيد رح نحتاج كولوم اكبر لانه عنا 9 طوابق. بعدين نرجع بعد الديزاين الكولومز اللي ما بيقطعوا بنرجع بنكبرهم. الماتيريال اف برايم سي 25 بنغيرها للاف برايم سي مثل ما قلنا بالفيديو السابق، الكولومز والشير وولز اف برايم سي 30. هلا رح اعطي هالماتيريال، رح اعطي كل الماتيريالز الكونكريت ماتيريالز لون معين لحتى بعدين نعمل تشيك سريع. نعطي لون معين للكولومز مثلا اللون، نرجع قلنا الدبث فضل يكون اكبر من الويدث 60 بـ25. الموديفايرز قلنا من الكود 0 لل 2 0.7 لل 3 0.7. بالنسبة للرينفورسمنت نكبس موديفاي، نتأكد الديزاين تايب كولوم، قلنا البارز بالطول والتسليح الطولي والعرضي راح يكون اف واي 420 بهالبروجكت حسب الحديد المشهور بالمنطقة عندك. بنروح على الرينفورسمنت تو بي تشيكت، نختار تشيكت. بالنسبة للحديد التسليح العرضي او التايز راح يكون راح الايتابز راح يعمل له ديزاين، يعني انا ما راح هون ما راح اغير شيء. اما بالنسبة للتسليح الطولي راح اخلي الكفر 4 سنتي، عدد السياخ بالوجه البارلل على 3 راح يكون سيخين، انا بدي 10 سياخ تقريبا، 10 سياخ 16. بالوجه البارال للتو راح يكون 5 سياخ، راح استعمل تسليح 16 ميلي. يعني بيطلع عنا اذا بنقسم 10 سياخ 16 على المساحة اللي عنا بيطلع تقريبا 1.3%. يعني انا بفضل نضل بين 1 لـ1.5، نسبة كتير مقبولة. بنعمل فينا نعدل هون،
فينا نعدل اللي بدنا اياه، بس راح يعمل ايتابز، راح يعمل ديزاين. اما بالنسبة للريجيد زون فوق الكولومز ما راح ادخلها هلا، ما راح اعمل انكلود للريجيد زون، ممكن بعدين نعمل انكلود نقارن الديسبليسمنت والدريفتس. هلا مبدئيا ما راح ادخلهم، بدي اغير مثل ما قلت الالوان الماتيريالز مشان بعدين اعمل تشيك شوف اذا يعني خصصت الماتيريال المناسب لكل عنصر. بنروح على ديفاين ماتيريال بروبرتيز، ال25 نعطيه لون يكون يعني واضح، وال30 نعطيه لون مختلف يكون اوكي. منسيف. تاني عنصر بدنا نعرفه راح يكون البيمز. اول ملاحظه بدنا نعدل تورجنال كونستنت، حطه بقيمه صغيره اذا البيمز ما عليها تورجن، مشان ما يكون في تسليح للفتل. انا راح ابدا ب 0.2 او ممكن 0.1. المومنت اوف انيرشيا لل 2 وال 3 راح يكون 0.35 من الكود. فينا نروح على موقع الايتابز بيمز 0.35 بال 2 وال 3 3. بالده ايتابز بنروح على ديفاين سكشن بروبرتيز، كمان الفريم سكشن راح يكون البيم بالفريم سكشن. فينا نعدل على البيم موجود او نعمل اد نيو بروبرتي، نختار كونكريت. قلنا عنا دروب بيم 25 بـ60، راح يكون الماتيريال 25، نعطيه لون يكون خاص بالبيمز، الدبس 60 والويت 25، الموديفاير مثل ما قلنا تورجنال كونستنت 0.2، للاي 22 والاي 33 0.35. رينفورسمنت مهم، ننتبه نحط بيم بالطول وبالعرض، كل انواع التسليح حيكون اف واي 420. الكفر بنعدله حسب المطلوب عنا، حسب وين موجود البيم. انا راح اكتفي هلا بال60 تقريبا 10% من الدبث. اوكي ما راح اعمل انكلود للريجيد زون. اوكي بنعمل سيف. تالت عنصر بدي اعرفه هو السلابز، راح يكون عندي نوع واحد من السلابز، سلاب 25، راح يكون الموديلنج تايب شيل ثين. اعدل الموديفايرز كلهم تقريبا، احطهم 0.25. فينا نشوف هالشي بالويب سايت. للسلابز فينا نعرفها كممبرين، نعدل بس الاف 1 1 2 2 1 2. بالشيل نعدل اف 1 يعني كل ثلاث انواع الاف والام، نعدل نحطه 0.25. اذا كان عندنا ريجيد يعني ما راح كتير تفرق معنا الاف، نعدل الاف اللي عندنا، بس نحن بكل الاحوال راح نعدلهم. نروح بالايتابز ديفاين سكشن بروبرتيز سلاب سكشن، بنعدل على الموجود او بنعمل نيو. انا راح اعدل على الموجود، راح امحي اللي منا محتاجينهم، بنعدل على الموجود. سلاب 25، الماتيريال للسلابز اف برايم سي 25، النوع شيلتن، نعطيها لون معين، التايب سلاب، والثيكنس 250. نعمل موديفاي للموديفايرز، قلنا كل الموديفايرز 25%. نعمل اوكي ونعمل سيف. واخر سكشن بدي اعرفه راح يكون الشير وولز، راح نبدا بشير وولز 25 ثيكنس. وبعدين بعد التشيك يمكن لزمنا نكبر يعني نكبر الوول او نزيد الثيكنس. مثل ما قلنا قبل، الماتيريال المستخدم للشير وولز بهالبروجكت راح تكون اف برايم سي 30، موديلنج تايب شيلثن. الموديفايرز فينا نشوف بالويب سايت، في عنا نوعين من الوولز، في عنا الانكراكت راح يكون 0.7 للاف 1 1 والاف 2 2، والكراكت راح يكون 0.35 للاف 1 1 والاف 2 2. اما بالنسبة للام 1 1 والام 2 2 والام 1 2، نحن اذا كان ما نحسب الاوت اوف بلان بندنج بنحطهم 0.1، يعني بنحط قيمة كتير صغيرة. اذا كان نحسب الاوت اوف بلان بندنج بنحطه قيمة مشابهة للي عنا. انا بما انه راح اعرفهم كلهم كراكت،
راح استخدم كمان out of plan bending، يعني بدي اعدل اول 6 modifiers حتى ال F1 2. بنروح على ال tabs define section properties concrete wall sections، عفوا نعمل نعدل على الموجود wall 25. في عنا الماتيريال نحطها 30 اف برايم سي 30، تايب شيل 10، نعطيه لون مميز للسكشن. والسماكة انا ما راح ادخل اوتوماتيك ريجيد زون، ممكن بعدين ندخلها ونعمل مثل مقارنة. بيضل عنا الموديفايرز راح احطهم 0.35. بالنسبة للكراكت وان كراكت في اكتر من رأي بهالموضوع، اذا يعني حتى بالنسبة لتعديل الاف 1 2 كمان في اكتر من رأي. للتدخيل اوت اوف بلانت بالعملية الديزاين كمان في اكتر من رأي للمهندسين، اذا احد المهندسين عنده رأي مختلف او طريقة غير او نصيحة او اي توضيح يفيدنا فيه بالكومنتس. بنحط اوكي وبنسيف، بنكون عرفنا السكشنز المحتاجينه لهالبروجكت بشكل مبدئي. بنرجع بنعيد، عرفنا الكولومز، عرفنا البيمز، عرفنا سلابز والشير وولز اللي محتاجينهم لهالسكشن. بعد اول شيء الاناليسز الويند والسيزميك ممكن نحتاج نكبر السكشنز، وبعد الديزاين ممكن نحتاج نكبر السكشنز. بيكون هيدا كل شيء لهالفيديو. بالفيديو القادم راح نجهز ملف الدي اكس اف، هو راح يكون نفس ملف الدي اكس اف اللي جهزناه بالكورس السابق اي تابز 2016، وراح نعمل امبورت لملف الدي اكس اف على الاي تابز. وممكن نستخدم طريقة تانية للرسم اللي هي ندخل الجريد لاينز، ممكن باخر المشروع ندخل الجريد لاينز وندخل الكولومز والشير وولز والسلابز على اساس الجريد لاينز. بس هلا مبدئيا رح نكتفي بطريقة الدي اكس اف. هذا كل شيء لهالفيديو، بتمنى تكون وضحت طريقة كيف نعمل ديفاين للسكشنز.